يا زيزو كان لسه حالا الونش بيقول انه يعني لو قعد يتكلم عنك من هنا لبكره قال عليك انت وشيكابالا الكلام. لو قعد عارفينها يتكلم كلها والله. قعد لا قعد يتكلم عليك انت وشيكابالا من هنا لبكره مش هيوفيكوا حقكم. ازاي ده حبيب، ده حبيب الونش حبيبي يا زيزو. اخبارك ايه؟ مبروك اولا. الله يبارك فيك حبيبي. بتستعد للسفر؟ بنستعد للسفر، يعني اللعيبه جايه براحه عاليه جدا من الاجازه خلاص، عملوا بقى كده فضوا دماغهم من كل حاجه وراجعين. فضيتوا دماغكم عند في الكافيه عنده ولا ايه؟ في الكافيه. احنا انا كل يوم عند الونش خلاص. خلاص كده يعني دعايه ببلاش اهو يا عم الونش. شرفنا وتنورنا زيزو حبيبي. قول لي انت دلوقتي رايحين على ان شاء الله على ماتش كبير اكيد، قلقك الماتش؟ الهلال في افضل حالاته زي ما بيقولوا. ماتش كبير طبعا، ماتش كبير، ولاعيبه الزمالك بتحب الماتشات الكبيره دي، المناسبات الكبيره دايما بيبان فيها اللعيبه اللي شخصيتهم قويه واللي بيحبوا التحدي يعني، وباين للناس ان هم لعيبه رجاله يعني، فانا مش قلقانين على قد ما احنا مركزين جدا في الماتش يعني. وبعدين انت رايح بقى والناس كلها كانت قاعده مستنيه تجديدك، وانت فضلت نادي الزمالك عمليا وفعليا وكل حاجه. اكيد اي حد المفروض يكون في مكاني بالوضع اللي وصل له في نادي الزمالك، بالشعبيه اللي وصل لها، بحب الناس، الواحد مش كل الناس بتشوف الناس بتعمل معايا ايه في الشارع يعني، فده حاجه بسيطه اقدر اديها لهم او يعني ترد لهم الجميل يعني. الجانب المادي ما كانش عندك هو المعيار الاول؟ اكيد لا، هو لو الواحد باصص لماديات يعني اكيد ما كانش الزمالك هو الانتر يعني، لكن الواحد ما بيبصش لماديات بس، الواحد بيبص لحاجات كتيره جنب الماديات يعني، مكان وشعبيه ونجوميه وبطولات وحاجات كتيره يعني. زيزو انت رايح الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور ومع امير منصور، وانت رايح مقرر انك مستمر في الزمالك ولا رايح تتفاوض؟ ولا كنت رايح تتفاوض؟ لا انا مقرر، بص الحاجات دي انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، انا لو كان الموضوع في ايدي انا اللي اقرر كنت خلاص حسمت الموضوع ده من بدري ان انا قاعد، لكن الموضوع طبعا في ايد كان في ايد برضه مجلس اداره نادي الزمالك والاستاذ مرتضى منصور واستاذ امير وكده. وعايز اقول على حاجه يعني ما الناس ما تعرفهاش، اتفضل، ان الموضوع المفاوضات ده ما كملش 10 دقائق في المكتب بتاع المستشار يعني، الموضوع ما كملش حاجه خالص، الموضوع 10 دقائق المستشار رحب بالفكره ان انا عايز اقعد، وهو قال لي انا عايزك كمان تقعد، وامير كان مسهل كل حاجه. يا عم احنا سمعنا ان في جلسات طويله وجلسات تمهيديه ومفاوضات سلام. لا انت بتتكلم على الجلسه الاخيره ولا اللي قبل؟ لا لا لا، ده مفاوضات طبيعيه، مفاوضات طبيعيه قبل انت جالك عرض كان مناسب للنادي جدا ومناسب ليا ماديا يعني، وخلاني استفاد منه بشكل كبير، وصلنا لنقطه معينه ان النادي استقر ان هو يقعد زيزو في النادي، وزيزو كان مستقر ان هو عنده، وصلنا لنقطه اتفاق ان احنا نقعد احنا يعني خلاص نعمل جلسه اخيره نتفاوض فيها على العقد اللي هيبقى موجود لمده 3 سنين، واتفقنا بكل سهوله يعني. وما خدتش 10 دقائق الجلسه الاخيره دي؟ والله انا كنت قاعد مع المستشار في المكتب بتاعه يعني كلمتين بس، سلم على بابا واتعرف عليه عشان كان اول مره يشوفه، ويعني كان الكلام كله 5 دقائق 10 دقائق في المكتب بتاع المستشار، ورحنا يعني ظبطنا العقد وكل حاجه كانت تمام. ده كلام رائع جدا. طب بقول لك ايه؟ ما فيش عرض يخلي زيزو يقول لا انا لازم اقبل العرض ده؟ مفيش عرض يخلي زيزو يقول ايه؟ يقول انا لازم هقبل العرض ده؟ لا لازم تبقى فلوس كتير جدا جدا جدا، ولا مفيش حاجه بالنسبه لك هتعوض زي ما انت دلوقتي قلت ايه؟ ما حدش يعرف الناس بتقابلنا ازاي؟ ما هو موضوع الفلوس كتيره جدا جدا دي بكل واحد ومقياس الفلوس الكتيره بالنسبه له ايه؟ يعني انا كان جاي العرض، مش عايزين نرجع بقى نتكلم في موضوع العرض ده خلاص، انا بقيت فاهم العقد في النادي 3 سنين، بس هو انا كان جاي العرض ما يترفضش، بس انت في الاول وفي الاخر ما بتختارش فلوس بس، المكان لو جالي مكان مناسب في اوروبا هيشرف نادي الزمالك ان لعيب
بيلعب في نادي الزمالك طلع في المكان ده وهيعمل لنادي الزمالك سمعه كبيره او ان هو طلع لعيب من اللعيب. فالعرض بالنسبه لك مش الفلوس اللي هياخدها زيزو، العرض بالنسبه لك المكان اللي يرفع اسم زيزو ونادي الزمالك. بالظبط، بس هو ده العرض اللي اللي هيكون موجود اللي يناسب نادي الزمالك ويحس ان هو طلع نجم لفرقه كبيره. هو ده اللي ممكن نقدر نتناقش فيه، بس احنا بنتكلم في حاجه دلوقتي انت جددت. لا 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 انا بس يعني الواحد بيحب يعرف برضو احنا بني ادمين وانت بني ادم، وزي ما انت بتقول الواحد ساعات يفكر في حاجات الناس تفتكرها حاجه غريبه، لكن هو ده انت اهم بالنسبه لك الناس تقابلك ازاي في الشارع، انت اهم بالنسبه لك ارتباطك بالنادي، وده انت يعني عملته عملي. ويهمني برضو ويهمني برضو لما لو كان في فرصه ان انا امشي يهمني برضو ان الناس تقول ده احنا كان عندنا نجم اسمه محمد سيد زيزو وراح فرقه اوروبيه اسمها كذا، نادي كبير لها جماهيريه لها تاريخ، يتشرف ان اللعيب اللي كان موجود عنده في فريقه طلع في نادي كبير. يعني انا بحييك اكتر من مره، بحييك لافكارك واللي انت بتعبر عنه وانتمائك للنادي، وبشكرك كمان ان انت نورتنا النهارده. حبيبي ربنا يخليك. ما تبقاش تتخانق مع شيكابالا ثاني ولا ايه؟ لا احنا كل يوم خناقات في النادي انا وشيكابالا. كل يوم طب على ايه طيب؟ بننزل بالجلافز بقى في التمرين وكل واحد. طب ما تروحوش بس بالجلافز الكافيه والنبي عشان لسه فاتحين جديد. خلاص في ازاز بيتكسر يا ابني. في ازاز بيتكسر وعده وكده. قبل ما ونش يجي لك كسرنا الكافيه بتاعه قبل ما نيجي. نورتني يا كابتن، نورتني والف الف مبروك، وان شاء الله ترجعوا منصورين باذن الله وتفرحوا جماهير نادي الزمالك كله ان شاء الله باذن الله. حبيبي شكرا. ربنا يخليك.